أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الموعد الثقافي والبداية أدبية، حيث تميزت الطبعة العاشرة للمهرجان الوطني للشعر الأمازيغي المنظم بمدينة أقبو بولاية بجاية بمشاركة قوية من قبل الشباب المبتدئين الذين بلغ عددهم 100 شاعر يمثلون 10 ولايات. مزيد من التفاصيل في تقرير ربح صيف. بكلمات نابعة من عمق الأصالة الأمازيغية، شارك أزيد من 100 شاعر في الطبعة العاشرة للمهرجان الوطني للشعر الأمازيغي الذي احتضنته مدينة أقبو بولاية بجاية. كيغلا سي لا بروميير فوا وفيغ دي حدد نقول غاساكني نكون ثورانا نجرا فريد ان شاء الله نفرار كسيار زيت. تنمنى كد نمطاف سفو سيا اد نزي اغنا ننمزي ديال ما ننا فلن نمزي ديال ما ننا نطف اغنا تننا ورثي لا اوادم ادي داشن دنا. نسلينا كياس خصوصا شطحي مديازن ام ديازو يسال الحقيس ام ديازي تزل دائما الباطل. هذه التظاهرة الثقافية التي جمعت فكرة وإبداع شعراء شباب من 10 ولايات كانت فرصة للاحتكاك بين كتاب الكلمات. سوينيني ساكن التوالاضي وكني انسدوكل سعد نفكي يعني تسوح في مديزن نبقى يعني ذيك قدشنا في درس مازي قد مليلين ولا ذين مزين قوسان سعان عندك ان سافوار سعان سافوار فير سعان القديش ذا ثرار في الجزائر ارثورا ونا با اونكور ان فيستيفال انستيتيوناليزي دو لا بويزي امازيغ ذاين السلام ان شاء الله هذه اللي غرزات. على مدار 3 أيام من التنافس وتقديم أروع القصائد الشعرية الأمازيغية، تم تكريم أحسن عمل شعري أداء وكتابة على أن تكون الطبعة القادمة فرصة حقيقية للنهوض بالحراك الثقافي والفكر والأدب الأمازيغي. ونواصل مشاهدينا الكرام نشرتنا الثقافية، وحيث تحدث المخرج الجزائري الكبير أحمد راشدي في ميكروفون النهار بافتخار كبير عن النسخة الأصلية لجائزة الأوسكار التي تحصل عليها سنة 1969 في ميكروفون زهيد الثابت. كوبي اوريجينال يمكن هذه اول مره تخرج من البيت، لان الكوبي اوريجينال هما يشرطوا عليك في الاكاديميه، هذه لما يعطوك كوبي ما تخرجش من عندك، ولو خرجت لازم تروح للاكاديميه مقابل 10,000 دولار. هذه الكاميرا صورت بها انا فيلم الطاحونه 1982 يمكن، يعني تمثل احد الاجهزه اللي ممكن ساعدتنا على تصوير فيلم الطاحونه. وبأسف شديد قال المخرج الجزائري أحمد راشدي أن السينما العربية عامة تعيش مأساة حقيقية نظرا لما يعيشه العالم العربي من أزمات مترامية الأطراف هنا وهناك. زيد ثبت ثانية. والله مثل كل سينمات العرب في هذه الأيامات، يعني السينما العربية عامة عايشة مأساة الشعوب العربية. يصعب الآن على سينمائيين العرب أنهم ينافسوا في مهرجانات كبار مثل هذه، لأنه قل الإنتاج الأعمال السينمائي في عامة. ونختم مشاهدينا الكرام من قطر، حيث تحول الحي الثقافي قطر منذ إنشائه سنة 2008 إلى وجهة سياحية وثقافية لسكان قطر والسياح الذين يعج بهم المكان أيام الإجازات والمواسم. مفد تلفزيون النهار لقطر ياسين باباسي عاد بالتالي. بين لؤلؤة قطر ومنطقة أبراجيا الدفنة التي تعتبر واجهة قطر السياحية والاقتصادية، يتواجد الحي الثقافي قطر، معلم تراثي وسياحي يجمع ثقافات العالم. هو تقريب الشعوب من خلال الثقافات المتنوعة في هذه المؤسسة الثقافية. شوارع الحي الثقافي ضيقة متعرجة تعيد الذاكرة إلى العصور القديمة، يؤدي كل واحد من تلك الشوارع إلى معلم من معالم المكان. إن شاء الله يكون عندنا حي ثقافي هذا في الجزائر إن شاء الله، وشرف لينا وكيراه يعني الجرون سبونسر بتاعو سنجر قطر. القطري ليس مجرد مشروع ترفيهي تجاري، وإنما هو مشروع متكامل جمع بين مختلف الأنشطة الثقافية. من عاش مات ومن مات فات وجبال مرسات. هذا الحي الثقافي هو لبنة من اللبنات الأساسية من أجل استرجاع للغة
العربية حقها. تلاميذ عمرهم 4 سنوات استمتعوا جدا بالعرض بعرض مسرح الدمى، ورأوا الفعاليات هنا في قطارة ممتازة جدا. استمتعنا لأن قطارة أصلا حلوة، كان في مسابقات أشياء حلوة مثل الألعاب الإلكترونية. هي إذن منارة ثقافية عالمية ونقطة تمازج فريد بين ثقافات دول العالم وحضارتها. في خضم قيام ثقافة عالمية متعددة بشكل متسارع، ظهر الحي الثقافي قطارة كأحد أكبر المشاريع ذات الأبعاد الثقافية المتعددة في قطر. ياسين باباسي، تلفزيون النهار، الدوحة. بهذا مشاهدينا الكرام نطوي أوراقنا الثقافية، شكرا جزيلا لكم، نعود إليك نصر.